لا إله إلا الله الحليم العظيم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. اللهم احفظ المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم احفظ المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم بشرنا بزوال هذا الوباء وارفع عنا هذا الابتلاء وبلغنا رمضان وقد فتحت مساجدنا وأبقيتنا سالمين معافين ومتعنا بالصحة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى العالم أجمعين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. قلت وقولك الحق وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فاللهم نستغفرك ونتوب إليك من جميع الذنوب والخطايا أجمعين إنك أنت الغفور الرحيم. صلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.